يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعني دموعها، دموعها بتتكلم. دعني دموعها، دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك، أو فايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. الفنان صفوان بهلواني، علاقتك مع محمد عبد الوهاب موسيقيا ابتدت امتى؟ علاقتي الموسيقية معه بدأت منذ نعومة أظفاري. كنت أستمع إلى أغاني عبد الوهاب في بيتنا، وكان والدي رحمه الله كان محبا لعبد الوهاب، وكان يسمع عبد الوهاب وكثير من المغنيين، ولكن لم يستهويني سوى عبد الوهاب. وأنا يعني لم أبلغ السابعة أو الخامسة من عمري، أحب عبد الوهاب، مع أنه كان هنالك مطربين معاصرين في ذلك الزمان، إلا أن عبد الوهاب
كان يستهويني، وأنا يعني سعيد أن ولدي أسمعني هذه الأغنيات وأسمعني الموسيقار عبد الوهاب، لأنني يعني وجدت نفسي فيه. بس حضرتك خامة صوتك فيها كمان من صوت عبد الوهاب. يعني هذا الشيء يعني لا علاقة لي به، شيء له علاقة خلقية طبعا، لي علاقة بال يعني الخالق. حتى كثيرون يقولون أني أشبه عبد الوهاب حتى شخصيا، وربما كان صوتي أنا متخيلة يعني. استاذ صفوان بهلوان ادى دور عبد الوهاب في مسلسل الزهر القباني، صحيح. بس حقيقي انا متخيله لو 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 لبست نظاره وعزفت على الاوضه احس ان انا قدامي محمد عبد الوهاب يعني. يعني انا هذا حتى يعني كمان من 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 مساوئ الصدف او من محاسنها انه شعري تساقط ايضا. استاذ صفوان، حفلاتك في دار الاوبرا بيبقى كده فيها فيض من المحبه العبقري عبد الوهاب ولأداء أستاذ صفوان بهلوان.